بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد القادات وقائد السادات محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على النبي محمد واجعله شافعا لنا يوم غد. أما بعد، إن ضعف مخرجات الحلقات القرآنية سببه عدم وجود معلمين من ذوي كفاءة عالية، وكذلك عدم وجود خطط عملية جيدة، إضافة إلى عدم وجود أهداف واضحة ومحددة للحلقات القرآنية. هذا هو الواقع. أما التفاؤل بدون وجود أسباب واضحة وقوية يظل موصولا بالسذاجة ولا يليق بالتربويين من أهل القرآن شيء غير النباهة والتفكير المنطقي.